رغم ان المرايه كاشفه للحقيقه كلها، لكن عمرك ما تعتمد عليها اعتماد كلي. لما بتروح تشتري تيشيرت او بتروح تجيب فستان وتقيس وتقف قدام المرايه، مهما وقفت بالساعات مش هتعرف تاخد قرار، لازم حد يسندك من بره، صاحبك بقى اللي واخده معاك او صاحبتك اللي واخدها معاكي ويقولك التيشيرت ده حلو او الفستان ده وحش. ورغم ان المرايه بتنقل الصوره الحقيقيه، الا ان عمرها ما كانت الطريقة الوحيدة لاتخاذ القرار. الإنسان دايما بيحتاج لدعم خارجي، حد ثقة من بره يقول له انت صح ولا غلط، ده حلو ولا وحش. رغم ان الحقيقة ممكن تكون واضحة قدامك، ظاهرة قدام المراية، لكن الدعم الخارجي والمساندة بتفرق كتير وتخليك تاخد القرار وانت متحمل عواقبه. الإنسان ضعيف جدا وهش، مهما بلغت ثقته في نفسه ومهما كانت قوته، النفس زي الزرع بتحتاج تتسقي علشان تكبر وتخضر، والنفس محتاجة حد جنبها يرشدها وياخد بإيديها ويكون غذاها. فاللي يقولك أنا مبسوط بالعزلة كذاب، ما تصدقوش، هو بس بيحاول يتأقلم معاها وبيقنع نفسه إنها مش فارقة معاه. هو بيبقى محتاج لحد جنبه بس لسه ما وصلش لحد ثقة يكذب المراية ويصدقه، حد يشاركه حزنه وما يلموش، ما يضغطوش، ما يبقاش حمل عليه، يحترم ضعفه وشكوته، ما يقولوش معلش وما يديش نصايح، يسمع وبس، يشاركه بروحه قبل لسانه، بعينه قبل كلامه، يطبطب ويخفف، ما يرميش اللوم عليه، حد يقوله أنا فاهمك من غير ما تشرح، يحترم اللي هو فيه وما يسفهش منه، حد يساعد اللي جوانا ويكفي، حد يكون زي الريش خفيف لكن ساتر الجسم كله، وما يسيبوش مهما حصل لأن حافظه وفهمه أكتر من المراية. اللي بيخاف عليك بجد هو اللي بيعرف يشوفك من جواك، هو اللي بينصحك وعارف إنك بشر وإنك في حاجات كتير غلط جواك بتعملها، لكن أنت محتاج لدعم، محتاج لسند يحميك، محتاج لحد يقولك أنا موجود جنبك ما تخافش. مش كتير في حياتنا بيلعبوا الدور ده، والمشوار طويل والرحلة صعبة، وفي الرحلة في ناس هتقع منك، هتيجي تتسند تلاقي هوا، وهتدور تاني وتختبر لحد ما تلاقي حد كتفه في كتفك اللي حياتك ما تمشيش إلا بيه ومعاه، ووقتها تكون المشقة سهلة حتى لو بكلمة، والكلمة كفيلة تخليك واثق في نفسك، تاكل الزلط. يا جماعة احنا مفتاحنا الكلمة والله، ويا بخت اللي جنبه حد عارف المفاتيح وفهمه وقادر يخليه يطير بدل ما يمشي على الأرض. رفيق الروح بيفرق كتير على رفيق الجسد، دايما ناس بتقعد جنبك ومش فهماك، وناس بعيدة عن العين لكنك في أمس الحاجة ليهم. تعالوا نسمع رسالة. السلام عليكم أستاذ محمد، أنا اسمي وليد، عندي 45 سنة ومسؤول في شركة كبيرة وليها اسمها، وعندي 3 أولاد والكبيرة فيهم في كلية علوم، ومن يوم ما اتجوزت وأنا في مشاكل، مفيش أي تقدير من مراتي، كل شوية غضبانة وكل شوية تطلب الطلاق، وأنا عمال أدادي وحايل علشان المركب تمشي، أنا مش حاسس بأي أمان معاها، واللي مصبرني الولاد والله، أنا تعبان ونفسيتي في الأرض ومكمل بالعافية والله. الإحساس بالأمان نعمة، وخاصة بين الأزواج والحبايب، بس أنت تعرفوا إن مش الست بس هي اللي بتحتاج تحس بالأمان، الراجل برضو بيحس إنه محتاج للأمان مهما كان منصبه أو شكله أو حتى سنه. لو الست اقتنعت بالفكرة دي هتبطل تبص للراجل على إن إله الصمود اللي لازم يكون متماسك وقوي ويعرف يجيب القرش منين. الراجل بيحتاج يعيط، بيحتاج حد يطبطب عليه، ولو مر بظروف صعبة محتاج لك تقولي له أنا جنبك وفي ظهرك مش هسيبك، بيحتاج يقول أنا تعبت من غير ما حد يحسسه بالعجز أو النقص، بيحتاج يحس أنه مش خزنة وأنه عايش بس علشان يصرف، وأن الراجل ما يعبوش غير جيبه. ومن أكتر الحاجات اللي بتخوف الراجل أن العلاقة تفقد خصوصيتها
وإن حياتهم تبقى موضوع لتدخل ناس تانية، هنا بيفقد الراجل الأمان. وغالباً عند النقطة دي بيبتدي كل حياة موازية. فبالله عليكي اوعي تغلطي الغلطة دي، ولو حصلت مشكلة ما بينكم قولي له مشاكلنا هنحلها في بيتنا. الراجل ببساطة بيحب يتعامل كطفل، يعني بيحتاج جداً إنه يسمع كلمات التشجيع والثناء من مراته من غير ما يحس إنها بتقول الكلام ده أداء واجب. الراجل ماسك حبل متعلق فيه ناس كتير في ظهره، لو إيده فلتت أو رخت كل دول هيقعوا. هو مصدر الأمان ليهم والطمأنينة، ما ينفعش يخاف علشان ما يخافوش، ما ينفعش يضعف علشان ما يضعفوش، ما ينفعش يتهز علشان محدش في اللي رقبته يقع ويحس ولو لمرة واحدة إحساس الخوف. الراجل أوقات بيحس إنه نفسه يتشعلق في دل حد، ولو ليوم واحد يبقى في حد مسؤول منه، ولو لساعة يختار له ويقرر له، يقول له وريح دماغك أنت بس، ولو دقايق حط راسك على المخدة ونام وما تشيلش هم حاجة. نفسه يبكي في حضن حد ما يدبحوش، نفسه يضعف ولو مرة واحدة في حياته لأنه بشر، نفسه يرجع عيل صغير ويتشال من فوق كتافه الحمل الكبير علشان ياخد نفسه ولو دقيقة. من الآخر الراجل بيحتاج يبكي عادي يا جماعة، محتاج حد يحضنه، بيحتاج لكلمة تهون عليه الوجع، بيحتاج حد يحسسه إنه جنبه ومعاه، سنده بمشاعره وحبه وخوفه عليه، سنده بقلبه مش بإيده. الراجل جواه طفل صغير، الطفل ده بيحتاج لأوقات إنه يفصل عن هموم الدنيا، عن وجع الأيام، محبة لعب جايز، تفاهة ماشي، كلمة حلوة، حضن في وقت ضيق. صدقيني لو ده حصل هتلاقيه إنسان تاني خالص، هتلاقيه تشحن وفاء وعنده استعداد يأكل الزلط طالما في حد جنبه وفهمه، وممكن يعري روحه قدامه وينكشف بدون ما يدبحه ولا يعايره. وما تنسوش إنكم اتخلقتم علشان تكملوا بعض، مش علشان تبقوا زي بعض. وزي ما العرب قالوا زمان، كوني له أما يكن لك عبدا وشريكا. استنونا. خلونا أحكي لكم عن المرة الأولى اللي بكى فيها الفنان العظيم فؤاد المهندس. وقتها كان في حوار تلفزيوني مع الأستاذ مفيد فوزي، فبيسأله وبيقول له هل الإنسان له بطاريات زي الحنان والراحة النفسية والحب والطمأنينة؟ رد عليه فؤاد المهندس وقال له طبعا يا مفيد، والدلع كمان، أنا الدلع أبقى كويس. أنت عارف أن أنا بدلع نفسي كل يوم، أقعد أبص لنفسي في المراية وأقول إيه الحلاوة دي، هتعمل إيه النهاردة يا فؤاد، وأفضل أبص لنفسي والملامحي والعيني. أنا بدلع نفسي يا مفيد، الدلع بيديني طاقة وهو ده سر قوتي في الحياة. رد عليه مفيد فوزي وقال له أنا بحاول أكتم من فعلاتي، لأني مش متخيل إطلاقاً إن فؤاد المهندس هذه القيمة المصرية العربية بيدلع نفسه. يعني فؤاد المهندس مفيش في حياته حد يدلعه ويهننه ويطلع كل اللي جواه من مخزون. رد عليه فؤاد المهندس بوجع وقال له أنا ما لقيتش حد يدلعني يا مفيد، مفيش حد بيستناني على الغدا. وهنا بكى فؤاد المهندس، عيط بصوت وحس بوحدة قاتلة انعكست عليه وعلى ملامحه، وكمل وهو بيحاول يتملك نفسه بصوت مرتعش وقال أيوة أنا بدلع نفسي، أمي كانت بتدلعني، وأبويا كمان، وكل القريبين مني عارفين أني بنتج لما أحس بالحنان والدفى. لكن فجأة ما لقيتش كل ده، لقيت نفسي وحيد، باكل لوحدي واشرب لوحدي وبعمل كل حاجة لوحدي. سأله مفيد فوزي وقال له يعني لما زرير القميص بتتقطع مين بيعملها لك؟ رد عليه فؤاد المهندس بكسرة وقال له ما بلاش السؤال ده، بلاش يا مفيد. الحوار ده اتعمل مع فؤاد المهندس بعد سيرة ذاتية عظيمة، وكان لسه في عز نجوميته، وبرغم الشهرة والنجومية والنجاح وبرغم كل مجد بناه الفنان العظيم ده، لما حب يسند أول حاجة دور عليها الحبيب والقريب، ومفيش حاجة عوضته عن الحب والحنان. الإنسان دايماً جعان لحب واهتمام،
مهما كبر واتشهر أو نجح، مهما كان سنه ومهما كانت نجاحاته، بيفضل يحس إنه عايز يرجع عيل صغير، حد يحبه بدون سبب، حد يهتم بيه، حد يقول له أنا جنبك ما تخافش. دفعة معنوية وشحنة بيحتاجها أي بشر مهما كانت درجة صلابته. أنت عمرك كنت تتخيل إن فؤاد المهندس وهو راجل كبير كده وبعد كل السنين دي يبكي قدام الكاميرا؟ الفنان اللي كان بيقدر يتحكم في انفعالاته ويضحكنا كلنا ما قدرش يمسك نفسه لأنه حس إنه فقد الحب والحنان في حياته. المشاعر هي سر وجود الإنسان وإبداعه واتزانه ونضجه، هي سر الفن والاستقرار والتحمل. لذلك ما بقاش بكذب لما بقول إن الإنسان مش بيبقى محتاج لفلوس قد ما بيبقى محتاج لحب وحنان واهتمام. اوعى تستهونوا بالمشاعر لأنها الكنز الحقيقي والثروة الحقيقية. ولما حد يقول لك خليك جنبي أو أنا محتاج لك، يبقى فعلا ممكن يموت من غيرك، مش مجرد دلع زي ما بنسميه. إحنا بس اللي الصدى بدأ يتملك من قلوبنا، واجب علينا نطهره بمشاعر نقية وصادقة وندي للمشاعر حقها، لأن لا شهرة بتنفع ولا نجاحات بتشفع. خلصت القصة وخلصت الحلقة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.